وهنا أقتبس يعني وأنتهز فرصة، بعض الإخوة بارك الله فيكم، وهذا مع الأسف يعني أقوله بعد ممار أو يعني تمرس لحال كثير من الطلبة والإخوة هداهم الله، وهذه نصيحة مشفق وتنبيه لمن أراد الانتباه. بعض الإخوة وفقهم الله وهداهم الله للسنة، هم على أقسام، قسم كان كافرا كما في السؤال ممكن، أو وقع في كفر مضى وكان على الكفر سابقا، فمن الله جل وعلا عليه بماذا؟ بالإسلام وهداه للسنة، هذه نعمة صحيح؟ قسم آخر كان مسلما في أصله لكن كان في غواية وضلالة، مفرط في جنب الله جل وعلا، ثم هداه الله لماذا؟ للسنة والاستقامة. وقسم نشأ والحمد لله على خير وعافية بين أظهر أهل السنة، وتأدب بأدبهم وتعلم من علمه. واضح؟ القسم الأول والثاني لا شك هي نعمة كبرى أن الله من عليه بالإسلام والسنة، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، لكن من المؤسف، أقول من المؤسف والمبكي بل والمحزن، أن تبقى رواسب الكفر وأخلاقيات الكفر السابقة أو أخلاقيات الفسق التي كان عليها في السابق من سوء الظن والغش والخديعة والكذب والنميمة والمكر وغير ذلك من أخلاقيات الفاسدة، أن تبقى معه بعد لزومه للسنة ولا يسعى لتصحيحها. وهذا الذي يورث الخلل الكثير والكبير، بل يكون سببا أحيانا في تنفير بعض الناس المقبلين على السنة بأخلاقيات موروثة، صحيح؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما تداعى بعضهم يا للأنصار ويا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز لمن لزم السنة، يجب أن يتخلق بأخلاق أهل السنة وأن يتعلم ما دلت عليه السنة من مكارم الأخلاق وحسن الأدب وحسن السن. ووالله هذا الأمر أقول قد لمسته وعايشته، وكثير من النزاعات بين طلبة المنهج الواحد السني السلفي، أقول تقع منهم بعض الإخوة حزازات مرجعها إلى مثل هذا، والله يعلم ما يبيتون. ولو أخفى لك هذا، أقول ولو أخفى لك هذا، لكن لا بد أن تظهر على فلتات لسانه وأخلاقيات أفعاله. فيجب على الإنسان أيها الإخوة أن يصحح وأن يتوب وأن يؤوب وأن يراجع نفسه وأن يصحح المسار الذي يسير عليه، أما أن يبقى بتلك الأخلاقيات. الإسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت الناس في جاهلية، وهذا أمر ظاهر بين صحيح، كان الزنا والشرك والسحر والربا والقمار أخلاقيات فاسدة وضالة، ولكن كانت هناك بعض الأخلاق التي كانوا عليها حسنة من الشجاعة والكرم وضيافة الضيف، نعم، وغير ذلك، والإحسان إلى المحتاج، صحيح؟ فجاء الإسلام أقر تلك الأخلاق الحسنة ونهى عن إيش؟ عن ضدها. وتلك الأخلاق السيئة كلها حاربها ومحاها، صحيح؟
إذن لا يجوز لك يا أخي، ألا لست أنا بالذي أكشف عن صدور الناس، لكن أنت أدرى بنفسك، اجلس مع نفسك يا أخي، حاسب نفسك. أما قال عمر حاسبوا، رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ ما قال هذا؟ زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا أخي اجلس حاسب نفسك، هذه الأخلاقيات أو هذه يجب أن نتركها. إذن ما هو الصحيح؟ ما هو البديل؟ السنة والحمد لله المعصومة. ولهذا عني العلماء بالتنبيه على هذه الأخلاق الفاضلة والنهي عن ضدها بكتب ومؤلفات. في صحيح الإمام البخاري كتاب الأدب وكتاب الرقاق وغيرها، بل وألف الإمام البخاري كتاب رحمه الله كتابا مفردا بالأدب المفرد. صحيح؟ لتنظر يا أخي، انظر هذه الأخلاقيات، اقرأها والآداب النبوية. أبو الشيخ له رسالة مؤلفة في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طالع يا أخي، تعلم، فليس المرء يولد عالما. أما أن تبقى معنا ملازمة متلازمة إلى أن نموت، متى نصحح؟ متى نستغفر؟ متى نتوب؟ إذن لزوم السنة فيه الخير، مجاوزة السنة فيها شر. وانتبه أن تنسب أقوالك المشينة أو أخلاقك، أنا لا أعني أحدا معينا، انتبه عموما، أن ينسب المرء ما يأتيه أو يفعله من خلق مشين أو فعل مشين إلى السنة، انتبه، فتكون عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وافتدت عليه، وتكون أحد الكاذبين عليه. فليس المراد من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب على أحد الكذابين. نعم، هو داخل فيه بالنص والمفتات على السنة بأن هذا الفعل من السنة، هو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه يا رعاك الله، فإني قد نصحتك، والله الموعد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.